أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الاحتفال البهيج في موسم المصطفى الخامس الذي يقيمه مأتم المرخ بذكرى ولادة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام على آله وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ونفتتح حفلنا ونطهر أنفسنا ونزكي أرواحنا باستماعنا لآيات من القرآن الكريم يلقيها على مسامعنا السيد عمار نعمة، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله لا
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد
كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو بالله صدق الله العلي العظيم وأفلح من يصلي على محمد وآله الطاهرين. يقول الإمام الخميني قدس سره: إن بركة وجود الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بركة لم يأتي مثلها في العالم من أول الخلق إلى آخره، ولن يأتي موجود مبارك مثله أيضا. إن هذا الموجود المبارك هو أشرف الموجودات وأكمل الناس ورب البشر الأكبر، وإن ذريته الطاهرة وخاصة الإمام جعفر الصادق عليه السلام هم مبينو أحكام الإسلام وأفكار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ويقول المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله في وصف حال النبي: فهو الرسول الذي عاش مع الناس وكان أكثر الذين اتبعوه من المستضعفين، وربما كان بعضهم مستضعفا في عقله أو في حياته وأوضاعه وظروفه، فكان يتطلع إلى كل هؤلاء الناس المستضعفين، يدرس آلامهم في كل ما يواجهونه من مشقات في حياتهم وظروفهم ومشاكلهم، وقلبه يخفق وينبض ويتألم من أجلهم. وكان صلى الله عليه وآله يفكر ويخطط من أجل أن يرفع عنهم كل هذا الجهد الذي يعانونه وكل هذه المشقات، حتى يفتح عقولهم على رحابة الإيمان بالله عز وجل وقلوبهم على الثقة به، وحتى ينطلقوا في حياتهم من صلابة الإرادة وصلابة الموقف وصلابة الحركة وصلابة التحدي. أما الآن فمع كلمة الحفل للأستاذ في الحوزة العلمية سماحة السيد محمد العلوي، حيث يشاركنا بمحاضرة قيمة، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا
ومقتدانا سر الوجود أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربما تتغير الأخلاق، ربما تتبدل الطباع، ربما يحدث انقلاب في القناعات، لا نستبعد مثل هذه الأمور، ولكن القضية المشكل المعضل إذا أغلق القلب وتحجر العقل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا القلب إذا أقفل وإذا تحجر العقل يعني ماتت القيم، ماتت الموازين، ماتت الآداب، لا يمكن أن تتعاطى. لا يمكن أن تتعاطى مع إنسان من الممكن أن يصدر عنه أي شيء وفي أي وقت. ما عنده موازين، ما عنده قيم، لا تقول هذا عرض بيوقف عنده، لا تقول هذه نفس محترمة بيوقف عندها أبدا، قيم مو موجودة. هذا الإنسان إذا تحجر عقله وإذا ضربت الأقفال على قلبه لا يمكن أن تتعامل معه، لا يمكن أن تتعاطى معه، لا يمكن أن تحاوره، تقطع الطرق بينك وبينه. هذا الإنسان يعرف لغة واحدة فقط، لغة القوة، لا يخضع إلا لمن هو أقوى منه. لاحظوا، حدثت في التاريخ الإسلامي موجة دخول في هذا الدين بلا مقدمات عقلائية، بعد انتصار المسلمين في بدر. العدد قليل في قبال 1000 من المشركين وربما أكثر، انتصر المسلمون، دخل الأعراب في الدين الإسلامي أفواجا. تسأل علماء الاجتماع تقول ليش، إيش معنى يعني بعد بدر؟ يقولون لأن هؤلاء ما يفهمون إلا لغة السيف، المنتصر معه الحق، هذا المعنى. أي واحد ينتصر بالقوة، النتيجة هذه أكبر دلالة عندهم بأن الحق معه. ناهيك عن أن الرسول صلى الله عليه وآله انتصر في بدر بعدد قليل إذا ما قورنا بعدد المشركين، باستعدادات المشركين. هذا جعل الأعراب يدخلون في الدين الإسلامي أفواجا بعد بدر، ولكنهم عندما ادعوا الإيمان أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنه،
قالت الأعراب آمنا. وش قال لهم رب العالمين؟ لا وكفحتكم آمنا لا تقولون، قولوا أسلمنا. نعم حقنت دماؤكم، نعم أعراضكم، نعم أموالكم، نعم، ولكن آمنا لا. هذا مقام مختلف، لا تخلطون الأوراق. هذا المجتمع المتحجر، هذا المجتمع الذي ضربت الأقفال على قلوب أفراده، نعته الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالمجتمع الجاهلي. يعني تصور رجل، الآن احنا في هذا المكان المبارك، لو ولدك يتصوب وش تسوي؟ خصوصا اذا كان صغير، تطفر ما تعرف تقعد مكانك، ولدي هذا ضنائي. في ذاك المجتمع اذا جابوا له بيت وش يسوي فيها؟ يحفر لها حفيره ويئدها بقلب بارد. في الابتدائي اذا الأخوة يتذكرون كانوا يدرسون بأنه يدفن ابنته حية وهي تنظف لحيته من الغبار، وهو لا يفتكر. ما أدري أنا، أنت تدري أنا ما أعرف. دفنها ما يفتكر، ما يهم. هكذا قلوب، قلوب قاسية، عقول لا تملك أدنى استعداد لاستقبال العلم، لاستقبال المعرفة. في هكذا مجتمع بعث رسول الله صلى الله عليه وآله. صعب. يفترض أن أي نجاح يتحقق في ذلك، في ذاك المجتمع، المجتمعات المتحضرة تكون أقرب إليه. المفروض هالشكل، لأن مجتمع كان الحسابات أن يمتنع عن الهداية، وهذا ما حصل بالفعل. يوم انتقل الرسول صلى الله عليه وآله، يوم رحل عن هذه الدنيا، ماذا جرى؟ في أول يوم تنازعوا، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفاء فاء السببية، فاء التفريع، ذهاب الريح، الفشل، هذا متفرع على ماذا؟ على التنازع. تنازعوا أمر الخلافة فيما بينهم فضلا عن انتزاعها من صاحب الحق وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. منا أمير ومنكم أمير، حتى بويع الأول فقال الثاني فلته، وقال الله المسلمين شرها. بالرغم من هذه الأجواء، بالرغم من هذا الضغط الثقافي الخانق، بالرغم مما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله من تهم، من إشاعات، من دعايات مضادة، من مقاطعة، من حصار اقتصادي، إلا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا يقول؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياته. احنا وش نقول؟ يقول هذا لما التلاوة ويزكيهم، أي تزكية مع هؤلاء؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي علم؟ أنت أول شيء تعال اثبت أن عندهم عقول، عندهم قلوب. رب العالمين يقول لا، هذا فهمكم أنتون قاصر، تتحاملون بشكل سريع على الآخرين. أما السماء تبحث عن النور الخفي في أي إنسان. وظيفة المبلغ، وظيفة الخليفة،
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة استغربوا الأمر، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ رب العالمين ماذا تريد أكثر من التقديس، أكثر من التسبيح، التفرغ التام للعبادة؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. هذه فيها بحث يوصلنا إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن المقام مو مقام هذا البحث الآن. الله سبحانه وتعالى وكذلك الأنبياء والرسل يبحثون عن هذا الضوء، وإن كان مدفونا في عمق النفس. وظيفة الإنسان أن يعمل على إطلاق هذا الإشعاع، استثارة هذا النور، وإخراج هذا النور إلى الصفحة الأمامية للقلب والصفحة الأمامية للعقل. ما عندنا شيء اسمه إنسان ما يستجيب، ما عندنا شيء اسمه ما راح نوصل إلى نتيجة، لأن النتيجة مو شغلنا، الثمرة مو وظيفتنا. وظيفتنا أن نسعى، وظيفتنا أن نسعى على الطريق الصحيح، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن سعيه سوف متى يرى؟ عندما يوفيه الله سبحانه وتعالى، عندما يجازيه رب العالمين الجزاء الأوفى. هناك النتيجة، النتيجة مو في هذه الدنيا أصلا، النتيجة في هذه الدنيا ننتظرها بالاعتماد على وعد الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عمل رسول الله صلى الله عليه وآله، بلغ، قال نحن معاشر الأنبياء، لماذا بعثنا؟ لاستثارة دفائن العقول، اللي عنده عقل لنفسه مو لمصلحة الإسلام. الإسلام غني وقوي بالله سبحانه وتعالى، بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن الوظيفة هذه هي الوظيفة، ما عندي خيار آخر. الرسول صلى الله عليه وآله وعلى مدى 23 سنة يعمل في هذا الاتجاه، يؤسس للقيم، يؤسس للأخلاقيات، يمتن ويرسخ العقائد في نفوس الناس، في عقول الناس. بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله كم واحد صمد مع أمير المؤمنين؟ كم واحد؟ 6 7 10. هذلين اللي صمدوا هم اللي وصلوا لنا الدين الحق اليوم. لا تقول قلة، لا تقول ما حد ويانا ما راح ننتج، لا. هذلين سلمان، أبو ذر، عمار، هؤلاء من أوصلوا الدين في صفين انقلبوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ومن صفين طلع خط الخوارج، ومن بعد صفين النهروان، وقبل صفين 17,000 مسلم يقتل في حرب الجمل. هذا كل ما يدعو إلى التوقف والتراجع، العمل على نفس الخط. ولذلك رحل رسول الله صلى الله عليه وآله، قتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، دس السم للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام من وين؟ من داخل بيته. قبل الحسن وقبل أمير المؤمنين، المعذرة لسيدة الزهراء، السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، اللي السيدة الزهراء لا يرى ظلها تخرج للخطبة ورجال يسمعون. شوف إلى أي درجة العمل ما يتوقف.
بعد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام جرى ما جرى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، ثم الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، ثم الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. جاء الدور للإمام الصادق، ماذا صنع؟ تحين الفرص. الدولة الأموية في ضعفها، الدولة العباسية في قوتها، اشتغل العباسيون بالأمويين. الإمام الصادق فتح أول جامعة إسلامية. ماذا صنع في هذه الجامعة؟ علم الناس، ما يسأله جيب لي السي في مالك أنت منهم، أبو حنيفة منهم، اللي صار معتزلي، اللي صار ملحد، اللي تحت منبر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وظيفتي أن أوصل العلم، وظيفتي أن أفعل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما يهم، المهم أن نعمل. هذه الانعطافة الثقافية، هذه الانعطافة الفكرية، هذه الانعطافة العلمية التي صنعها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، نحن نعيش من ثمارها إلى اليوم وتبقى إلى يوم القيامة. إذن المسلم المؤمن من يحيي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وظيفته أن لا يتوقف عن العمل، لا ينتظر النتائج. المهم أن يخطط بشكل صحيح، يرسم أهدافه بشكل واضح، ويعمل مع الجميع، مو فقط الجميع من أهل الطائفة، لا. يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ماذا؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ماذا نصنع؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما هو جوهر هذه الرسالة الإلهية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى المخالف في العقيدة ابحث عن المشتركات بينك وبينه وانطلق منها، حتى مع أهل الكتاب، يعني مسيحي نصراني يهودي، جيبهم تقول له احنا عندنا أمر مشترك وهو أننا نوحد الله سبحانه وتعالى، تعال ننطلق من هذا التوحيد، تعال ننطلق من أن الإنسان يرفض أن يكون له شخص آخر على رأسه يتسلط عليه ويستبد بالآراء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مو هذه مشتركات بيننا؟ تعالوا ننطلق من خلالها. هكذا يعمل المؤمن، يبحث عن المشتركات، مو يبحث عن التشظي، مو يبحث عن التنازع والفرقة، مو يبحث عن الأمور التي تثير الفتن ويأتي لمناقشتها، لا، يبحث عن المشتركات دائما. هكذا هو الإسلام، وهذه هي رسالة الإسلام. الآن بدون مبالغة ولا مجاملة على الإطلاق، أتابع بعض وسائل التواصل الاجتماعي من خلالها، من ضمن المؤسسات الجهات الدينية، الجهات الثقافية، مأتم المرخ، هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى. أمر ملفت للنظر، نشاط دائم، تغطية إعلامية مستمرة، انتقاء جيد لبرامج الاحتفالات، سواء في إحياء المواليد، ذكرى المواليد، المولد، أو استشهاد أحد المعصومين عليهم الصلاة والسلام،
عمل مستمر بدون تعب بدون كلل على وتيرة واحدة بل وفي ارتفاع مستمر. هذا أمر يستدعي الثناء يستدعي المدح وينبغي أن نشكر الحضور قبل القائمين على هذه البرامج. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا اقتراح أرجو من الأخوة يتقبلونه، يعني يدرسونه يشوفون الوضع شلون. عادة البرامج شلون تصير عندنا؟ قراءة المولد، تلاوة آية من الذكر الحكيم، كلمة، وبعدين الجلوات، وربما يكون شاعر يلقي قصيدة أو ما شابه. هذا المعتاد، صح؟ هذا جيد وينبغي أن نحافظ عليه، ولكنه لا يكفي في هذا العصر في هذا الزمن. التطور الثقافي في العالم اختلف، الرسائل الثقافية التي تمرر عبر الإعلام وعبر الوسائل الإعلامية تطورت جدا، نحتاج أن نلحق بها بل وأن نتجاوزها. ما أدعو إليه، إذا كان عندنا برنامج مدة أسبوع مثلا في مولد الرسول صلى الله عليه وآله، ممكن أن الليلة الأولى تكون قضية جلوات وأشعار وفرح وزينات وجوائز ومسابقات، هذا كله جيد الليلة الأولى، خلينا نقول الليلة الثانية أيضا، ولكن الليلة الثالثة وما بعد الليلة الثالثة ينبغي أن يتركز البرنامج على البعد الثقافي، بمعنى مؤتمر على مستوى عالي، مو اسمه مؤتمر فقط، المكان يستوعب، مؤتمر ينظم له بشكل جيد من الليلة، ابدأوا الترتيب للسنة الجاية، مؤتمر على مستوى راقي على مستوى عالي، أطراف المؤتمر عالم اجتماع ينقل لنا الحالة الاجتماعية، عالم متخصص مو أي واحد، الوضع الاجتماعي في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، أيام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، واليوم المجتمع الذي نعيشه، متخصص في علم النفس يتناول نفس القضايا، عالم دين، وهكذا نسلط الأضواء على السيرة المحمدية وعلى الإسلام الأصيل من مختلف الجهات، من خلال مختلف العلوم، العلوم الدينية، العلوم الإنسانية، العلوم السياسية إلى آخره. المداخلات أيضا يرتب لها بشكل جيد، والأوراق العلمية التي تقدم. الليلة اللي بعدها يصير عندنا ندوة، ندوة أيضا مو أي واحد يقدم لها، يقدم لها دكتور ولضيوف على هذا المستوى أيضا، أهل تخصص، دكتور، بروفيسور، هذا كله موجود. بحريننا غنية الحمد لله. مثلا تعالوا خلنا نجمع مال من اليوم إلى السنة الجاية، كل واحد من أهل القرية يدفع دينار شهريا مثلا، ما أدري كم يصير عقب 12 شهر تقريبا، كم يوصل إذا كل يوم دينار، خلنا نقول شهريا 100 دينار 200 دينار ما نقدر نجمع في الشهر، إلى السنة الجاية كم يصير؟ 2000 دينار مثلا، 2000 دينار، وعندنا مسابقة نعلن عنها اليوم، بحث علمي مو تأليف كتاب إنشائي، لا بحث علمي مثلا 300 صفحة لازم، منهجية علمية واضحة حول التسامح مثلا، حول التسامح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. الفائز 1500 دينار، مو 100 و200 ما حد بيجيكم، 1500 دينار، إذا جمعنا أكثر نرفع الجائزة، نعطي الأول والثاني والثالث جوائز فقط. هذا المشروع
احنا ناس على قد حالنا، 1000 دينار بتجيني وبروح اقرا لي 20-30 كتاب، استفدت لو ما استفدت؟ والاخر بعد بحس ان 1000 دينار 2000 دينار توديني لزياره مرتين، تخليني ادفع مهار، اتزوج، تحل مشاكل. هذه 1000 و2000 تسوي لنا شغل، ان احنا اذا واحد ضاع منا 20 دينار يتبهدل. ف1000 2000 دينار لها وقعها واقعا. حالة القراءة، حالة المطالعة في القرية ترتفع أو ما ترتفع؟ هذه الأفكار نحتاج أن نبلورها بشكل جيد، وأن نفعلها، وأن نضع مخططا لهذه القرية. أهل الماتم، أهل المؤسسات الأخرى يجتمعون يخلون برنامج إلى 10 سنوات أقل شيء. بعد 10 سنوات المستوى الثقافي إلى وين نبغي يوصل؟ المساجد وصلاة الجماعة إلى وين نبغيها توصل؟ هذه كلها لازم تصير تصورات تكتب على الورق، ومن بعد ذلك توضع الخطة المناسبة. أحرزنا نتائج جيد، ما أحرزنا نتائج رب العالمين راضي عنا أو لا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا إحياء لروح رسول الله صلى الله عليه وآله، لمنهج أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لابد من التأكيد على الجانب العقائدي، على الجانب الفقهي، على الجانب الثقافي بشكل عام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وش يسوي؟ يتلو علم، يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، يعني ينمي هذه النفوس، هذه العقول، أيضا علم، ويعلمهم الكتابة والحكمة، كل علم. هو هذا الإنسان يميزه الله سبحانه وتعالى بهذا العقل. هذه القرية أهل للتصدي لمثل هذه المشاريع، وهي أهل لتحقيق الإنجازات، وهي أهل لتنقل هذه التجارب التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينجحها إلى باقي القرى وإلى باقي المناطق. أرجو من الأخوة أن يأخذوا مفهوم هذه الأفكار، مو بالضرورة نفس الأفكار، على محمل الجد، وناقشونها بشكل صريح قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يؤيدهم المولى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسنتم سماحة السيد علوي على هذه المحاضرة القيمة، جزاك الله خيرا وزادك من فضله، ودمت موفقا في خدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنقل هنا بعض الأبيات من القصيدة الشهيرة للشاعر الكبير أحمد شوقي في مولد النبي صلى الله عليه وآله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بيت النبيين الذي لا يلتقي
إلا الحنائف فيه والحنفاء خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء هم أدركوا عز النبوة وانتهت فيها إليك العزة القعساء خلقت لبيتك وهو مخلوق لها إن العظائم كفؤها العظماء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. أما الآن فنستقبل الأخوة المنشدين أحمد السعيد محمد الشيخ وجاسم عليان ليقدموا لنا وصلاة من روائع الجلوات في المدائح النبوية، فرحبوا بهم بالصلاة على محمد وآل محمد. كأس الولاء كأس الولاء رشفته وأنا صبي ورضعته من طيب أمي وأبي فسرى بأعضائي فسرى بأعضائي وكل مفاصلي حتى ارتوى قلبي بأعذب مشربي لله حمدا دائما متواصلا فهو الذي جعل التشيع مذهبي من شيعة الكرار من شيعة الكرار حقا إنني كلا ولا أصبحت يوما ناصبي نسبي شريف بانتساب لحيدر نسبي شريف بانتساب لحيدر وبه تشرف في البرية نسبي إني تمسكت بحبل ولائه فهو النجاة لكل شخص مذنب إن الصلاة إن الصلاة إن الصلاة على الوصي فريضة مفروضة مثل الصلاة على النبي.
تخيل من عوف الحيدر الكرار، تخيل من عوف الحيدر الكرار، ونعدل عن طريق نبدل المسرى، مو شغلة حساب وحاطمة ونيران، بس المشكلة شنقول للزهرة، نقول لها صبرك يا زكي يا ضاع، شنقول لها صبرك يا زكي يا ضاع، ضلعك هيك راح بلا ثمن كسره، شنقول هب الله نهدر دم حسين، شنقول الهب الله نهدر دم حسين، لو هجر لو هجر اعتباطين رد ضو صدره، مواقف قدر لها البار بينا تصير، بس كون احنا لازم نفهم الفكرة، علي علي الكعبة اللي يضده ويدعي الإسلام، لابد ما يطوف بحجة لو عمره، علي الكعبة اللي ضده ويدعي الإسلام، لابد ما يطوف بحجة لو عمره، علي علي القرآن يسقط يم كل تفسير، ومحتاج العلي فسرة، ومحتاج العلي حتى العلي فسرة، علي هو الصراط بيوم حشر الناس، علي راس المقدس دس رسمة الطبرة، يقول شدات شدات علي من خاك يوم تصير، شدات شدات الشيعة علوق بالشبات، شدات هاك انظر جروح القلب، شدات حنين وشوق يا حميل حمي صلوات ثانية بأعلى أصواتكم، ثالثة بأعلى الأصوات، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياته نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم
وبجدهم لا يستراب. لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن. لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن. وكان لي والد يهوى أبا حسن. شنه جوابك؟ فصرت من دي ودا أهوى أبا حسن. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا الصلاة على النبي محمد. وجاري محمد ساكن بدمي وجاري وصرت أكتب شعر لجله. وجاري تمنيت السكن يمام وجاري وطوف بحضرته صبحي رسالة 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 يا من أديت للباري رسالة رسالة. فلك نوح النبي بسرك رسالة إلك أبعث يا أبو الزهرة رسالة. على متن النسيم اللي يمر بيا
أريدكم تساعدونا بالجواب. جوابك في القصيدة لا إله إلا الله ويا محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا مو قبول. أريد أعلى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، على النبي صلينا، لا إله إلا الله، والمحفلة عنينا، لا إله إلا الله، على النبي صلينا، والمحفلة عنانا، وبيوم عيد جينا نهنيك وتهنينا، طير الفرح صفق جناحه، وعرش السماء أعلن فراحة، والورود بانوار فواحة، باسم الخلق كلها صداحة، باسم الخلق طير الفرح صفق جناحه، وعرش السماء أعلن فراحة، والورود بانوار فواحة، باسم الخلق كلها صداحة. لا إله إلا الله، وش صاير بدنيانا، كل البشر فرحانا، لا إله إلا الله، قالوا محمد جانا، لا إله إلا الله، والظلم هزر كانا، لا إله إلا الله، وش صاير بدنيانا، لا إله إلا الله، كل البشر فرحانا، لا إله إلا الله، قالوا محمد جانا، والظلم هزر كانا، لا إله إلا الله، يوم السعد من لاح نورك يا محمد، يا محمد، ضل على القلب كل عام، ضل على القلب ميعاد، كل عام يتجدد، يا محمد، مات النساء المطهر، مات النساء المصطفى، واسمك تخلد، يا محمد، واللي خمد نيران كسر شلون يخمد، يا محمد، يوم السعد من لاح نورك يا محمد، يا محمد، ضل على القلب ميعاد كل عام تجدد، مات النسايا المصطفى واسمك تخلد، واللي خمد نيران كسر شلون يخمد، محمد، طير الفرح صفق جناحه، وعرش السماء أعلن فراحه، والورود بانوار فواحة، باسم الخلوق كلها صداحة، وباسم الخلوق كلها صداحة، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من أنت العزيز الغالي، لا إله إلا الله، ذكرك يهز دلالي، شاغل هواكم بالي، لا إله إلا الله، حبك يعذب حالي، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صوت الحرب عد عباس مثلات الرعد يدوي، صوت الحرب عد عباس مثلات الرعد يدوي، إذا أقبل
أول على الميدان أعنان الخيل ما يلوي يعني بالحرب تكتيك وصاروخه أرض لا ما أسمع وصاروخه أرض جوي يا ويله يا ويله إيه يا ويله يا ويل القابل صاروخ يا ويل القابل صاروخ يا ويل القابل يا إذا صابتك علة وآيس الدكتور ومن مستشفى المستشفى صرت الدور اقصد لابو فاضل ماكو من اقصد اقصد لابو فاضل ماكو منه دكتور ها ها اي دكتور ها ها دكتور العلة يشافيها دكتور العلة شافيها اي والله علي بيوم الغدير الرفعه دراعه علي بيوم الغدير رفعت دراعه أمر مني الإله أحمد الداعه أمر مني الإله وأحمد الداعه بعد عين الولي حيدر إلى الطاعة وها خوتها وها خوته وها خوته والكل بايع حيدر والي والكل بايع لي والكل بايع لي والكل بايع الفقارك مواقف والرقاب شهود وسيفك من يسولف يظل يحكي بزود الحوم المنصة وسيفك الرادود وسيفك المنصة الحوم المنصة وسيفك الرادود ها خوتها ما أسمعها ها خوتها ها خوتها ما زعل سيفك جمهور ما زعل سيفك محمد اجينا بمولدك بالفرحة والبسمة محمد يا هادينا ويا منقذ هذه الأمة محمد اجينا بمولدك بالفرحة والبسمة محمد يا هادينا ويا منقذ هذه الأمة محمد ونهديك البشاير من قلوب المشاعر ونهديك البشاير من قلوب المشاعر إلك عمي ونهديك البشاير من قلوب المشاعر ونهديك البشاير من قلوب المشاعر حبيب الله نجم يتلالى بالنور حبيب الله نجم يتلالى بالنور من غرة جبينا من غرة جبينا سحر عين القمر ويمشي لمأسور سحر عين القمر يمشي لمأسور ويقبل يمينه ويقبل يمينه إيه وشمس القدر بيها اسمه محفور وشمس القدر بيها اسمه محفور محمد يا نبينا محمد يا نبينا عجيبة ونورة والله نورة من نور عجيبة ونورة والله نورة من نور هوى بقلب المدينة هوى بقلب المدينة جماله مشاف
شافت بالبشر كل الرسل مثله جماله، وحتى البيت ماخذ منه كم خصله جماله، ما شافت بالبشر كل الرسل مثله جماله، وحتى البيت ماخذ منه كم خصله كرم وإنسان هيبة وشرف والله لطيبة، كرم وإنسان هيبة وشرف والله لطيبة، كرم وإنسان طيبة وشرف، كرم وإنسان هيبة شرف والله لطيبة، كرم وإنسان هيبة. نولد هادينا وقماطة في الجنان، نولد هادينا وقماطة في الجنان، يدلى ويباهي يدلى ويباهي، وكل حورية جنها تقل رضوان، وكل حورية جنها تقل رضوان، من مثله يضاهي من مثله يضاهي، ولو يأمرنا ربنا نهو ركبان، ولو يأمرنا ربنا نهو ركبان، وندعو يا إلهي وندعو يا إلهي، وعبدك هذا مرسولك يا ديان، وعبدك هذا مرسولك يا ديان، يا واعد يا ناهي يا واعد يا ناهي، يا ربنا دعينا نشارك الشيعة الحفل كلها، يا ربنا ونهنيها وتظل هالفرحة ما تملها، اي دعينا نشارك الشيعة الحفل كلها، يا ربنا ونهنيها وتظل هالفرحة ما تملها، يا ربنا الفرح واجب علينا فرح مولد نبينا، الفرح واجب علينا فرح مولد نبينا، الفرح واجب علينا فرح مولد نبينا، حضرنا المحفل نجدد له وعود بالحب والأماني، بالحب والأماني، ونقدم بيع للشيعة بالورود، ونقدم بيع للشيعة بالورود، ونعد الثواني ونعد الثواني، محمد انت اول وانت موعود، محمد انت اول وانت موعود، لو دهر عماني لو دهر عماني، تحضرنا يا لازم كل العهود، تحضرنا يا لازم كل العهود، والسبع المثاني والسبع المثاني، محمد عهدنا وياك من يوم ولد نورك، محمد ولا نخلف أبد ولا نخطي عن سورك، حكايتنا وشرفنا ما حد غيرك يلمنا، حكايتنا وشرفنا ما حد غيرك يلمنا، وفي ميلادك يا أحلى من الكواكب، وفي ميلادك يا أحلى من الكواكب، هديتنا المشاعر هديتنا المشاعر، بسيطة وغالية عندك يا ثاقب، بسيطة وغالية عندك يا ثاقب، نواظر هالبصاير نواظر هالبصاير، فرحنا وبس أوادم هم تعاتب، فرحنا وبس أوادم هم تعاتب، علينا على الشعايب علينا على الشعايب، تلوم مش ما تلوم احنا نطالب، تلوم
مش ما تلوم احنا نطالب عن الذكرى تهاجم عن الذكرى تهاجم تباعد تخلينا ويمن وحدنا بفضاله تباعد وخلت جبلنا مثله بداله تباعد وتخلينا ويمن وحدنا بفضاله تباعي وخلها تجيب لنا مثله بداله تباعي مثل طبعه ومقامه ويعطينا الكرامه مثل طبعه ومقامه ويعطينا الكرامه صلوا على محمد وآل محمد لو نفترض صار اقتراع بهاليوم ايوه انتك ويا عيال لو نفترض صار اقتراع بهاليوم قالوا لي اختار التشوف الاجزاء شت ظن أقارن لو شفت جنة ونار لو بين صحرا وبين بستان خضار بين الرسم ضحك بوجوه الأيتام وبين الكسر خاطر الما يتجبار بين الشبع من دولته حتى الطير وبين الجزع من دولته حتى الشار لا والله ما مجبور أخدع هالروح مو بس أوقع بلا وقع وافخار لو بيد اطلع قلبي واركض ملهوف اي والله لو بيد اطلع قلبي واركض ملهوف للرشح الهادي الرسول الاطهار اي والله لو بيد اطلع قلبي واركض ملهوف للرشح الهادي الرسول الاطهار بصندوق الاصوات احط قلبي ويا الصوت ويا الصوت ويا الصوت ويا الصوت واثنين اختار بهن حيدر صب الكاس
صب الكاس يلساقي فرحنا فرحنا والله فرحنا سمعنا بمولد الهادي فرحنا صب الكاس يلساقي فرحنا فرحنا فرحتين بوقت واحد فرحنا يا 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 سمعنا بمولد الهادي فرحنا نهني المهدي بهاي المسية بالك من يمسك ضيم تنهار ويرك حيلك وحتى ولو كنت بالصين اندب يا على دخيلك يحط الغيم يم رجليك والحضرة علي يشيلك وبحضرة حيدر محلولة وبحضرة حيدر أنا رحت لطبيب العلل جودن أنا معتلي لما النظر حالي تشاور أخوتي وهلي قالهم ابنكم ترى ابداء العشق مبتلي قالوا لشوف القلب وبيا محب مختلي قالوا لشوف القلب وبيا محب مختلي قام الطبيب وفحص لكن تبسم لي نشدوها لي والربيع دكتور شنهو الشلي قالهم لقيت القلب كل دقة ينبض علي قالهم لقيت القلب كل دقة ينبض علي أصلي صلوات ربي على موسى صلوات ربي على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم يا كريم. أحسنتم أيها الأخوة المنشدون وجعلها الله في ميزان حسناتكم. الفقرة الأخيرة سحب لكن بقول فقرة ارتجالية مع الأطفال حول المولد النبوي. النبي محمد اسمه الأول وش الاسم الأول للنبي محمد؟ جاوبوا يا الأطفال الاسم الأول وبعد
أسماء واجد، اسمه محمد أحمد، ولكن الاسم الأشهر والأصلي محمد. الاسم أبو اسم أبو وش اسمه؟ بس الأطفال يجاوبون. عبد الله وليس عبد المطلب. عبد المطلب وش أصل له؟ جدة. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ولد في المدينة لو في مكة. المدينة لو في مكة، في ناس المدينة وناس مكة، أيه الجواب الصح؟ ولد في مكة وتوفي في المدينة. عمره كم يوم يتوفى؟ 63 سنة. ولد وهو يتيم حيث توفي أبوه، وبعد ذلك توفيت أمه بعد سنوات قصيرة. من كرامات ولادته أنه ولد في عام الفيل، ومن كراماته أيضا أن نار كسرى قد أطفيت. هذه النار قد كانت ممتدة لآلاف السنين، ولكن الله أطفأها كرامة للنبي محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. لازم تعرفون ان نسب النبي محمد اباء او اجداده كلهم ما كانوا مشركين. يعني ابو عبد الله وجده عبد المطلب واباء كلهم وامهاته ما كانوا مشركين، حيث جده يعني أبو أجداد النبي إبراهيم، وكان عندهم ديانة التوحيد يسمونها الديانة الإبراهيمية. يعني لو أحد قال لكم هل في كان مشركين من أصحاب النبي محمد، تقول لي لا، كل أجداده أمهاته كلهم كانوا موحدين وكانوا متقين. والآن مع فقرة السحب، صلوا على محمد وآل محمد.